فيلمنا بيبدأ مع الدكتور الجامعي وعالم الآثار هوبر، وبيكون معاه كلب وبيدور على عيلته اللي اختفت بعد دخولهم في كهف وهم كانوا بيحاولوا يكتشفوا نافورة الشباب في سنة 1970، وبتكون مية النافورة قادرة على استرجاع الشباب والصحة على حسب أقاويل الأسطورة. ولما بيوصل هوبر لموقع حادث الاختفاء بيلاقي الكهف، ولما بيروح عند المدخل بينور بالكشاف وبيشوف راعي بقر لابس لبس ستايله قديم ومش من العصر بتاعنا، وبيكون الراعي واقف مكانه وما بيتحركش كأنه جماد. بيتصدم هوبر من المنظر وبيخاف وبيرجع بيته، وبيطلع ان هوبر كان مخطط انه يكتشف الكهف ده مع تايلور وجاكي زمايله. ولكن لما هوبر بيوصل للبيت بيقولهم ان الموضوع اختلف وما بيقولهمش على اللي شافه عشان بيكون قلقان عليهم من الخطر، وبيقرر هوبر انه يرجع للكهف لوحده، وبيربط حبل على صخره بره الكهف وبيدخل جوه، وبيلاقي طبقه فاصله ما بين العالم الداخلي اللي جوه الكهف والعالم الخارجي، فبيدخل من خلال الطبقه. واول لما بيدخل بيتحرك راعي البقر اللي كان متجمد، وبيكون عدى على رحله استكشاف هوبر للكهف يومين، وتايلور وجاكي ما جالهمش اي خبر عن هوبر، فبيقرروا انهم يروحوا يدوروا عليه عند الكهف. وبسبب انه كان هوبر اخد عربيتهم بيتصلوا بكارا حبيبة تايلور وبيخلوها تجيلهم بعربيه ابوها، وبتكون كارا معاها اختها فيفز عشان فيفز بيكون عندها مشروع في المدرسه، وبيكونوا كمان جايبين معاهم فيربي زميل فيفز في المدرسه. وبتوصل المجموعه للموقع اللي هوبر قال لهم عليه وبيلاقي عربيه اهل هوبر، وبيعرفوا ان هوبر كان عايز كل ده يلاقي اهله، وانه كان قايل لهم انه عايز يلاقي ناس مفقودين من السبعينات. وبيلاقوا حبل قديم ممتد لداخل الكهف، وبيتتبعوا الحبل ده وبيلاقوه مقطوع من جوه، فبيفتكروا ان الحبل ده مش بتاع هوبر بسبب انه شكله قديم وان هوبر مختفي بقاله يومين بس. وبتقرر المجموعه انهم ينزلوا من فتحه في الكهف اللي تحت بالحبال، وبيسيبوا فيربي فوق عشان بيكون خايف انه ينزل. ولما بينزلوا من الفتحه بتكتشف كارا نفس الطبقه الفاصله اللي لقاها هوبر من يومين، وبتقول ان الهواء والجو الناحيه الثانيه مختلف تماما عن اللي هم فيه، وبيقرروا انهم يعدوا من خلال الطبقه. وفي نفس اللحظه بيكون هوبر ماشي ورا راعي البقر وبيبدا يحس ان في حاجه غلط بتحصل، وبيشوف انوار عماله تطفي وتنور كل شويه كان في حد ماسك كشاف ضخم وعمال بيشغله ويطفيه عند مدخل الكهف، وفجاه بيسمع صوت صريخ فبيهرب من الكهف بسرعه. وبيكون هوبر دخل الكهف من 5 دقايق في وقت الصبح والشمس كانت مشرقه، ولكن لما بيخرج بيلاقي ان الوقت بقى بالليل وان شكل البيئه اللي بره الكهف بقت مختلفه تماما. ولما بيروح لعربيته بيلاقي نباتات مغطياها، وبيكون كأن هوبر عدى عليه عشرات السنين جوه الكهف. وبيلاقي هوبر عربية كارا وشنطة جاكي، فبيقرر انه يدخل تاني للكهف، وبتكون المجموعة بيستكشفوا الكهف من الداخل، وفجأة بيسمعوا صوت الصريخ فبتخاف البنات وبيقرروا انهم يطلعوا بره الكهف. وبتقرر جاكي انها تخرج وبتطلع بالحبل من الفتحة، ولكن الحبل بيقطع وهي عليه وبتقع على الارض، وبيتصاب تايلور وهو بيحاول انه ينقذها، فبيسحب تايلور الحبل التاني ولكن هو كمان بيطلع مقطوع. فبتفتكر المجموعة ان فيربي هو اللي اتعمد انه يقطع الحبال عشان يهزر معاهم، وبيحاولوا انهم يتواصلوا مع فيربي من خلال اللاسلكي اللي معاهم ولكنه ما بيردش عليهم. وبعد شوية بيسمعوا صوت تشويش جاي من اللاسلكي، وبيسمعوا صوت استغاثة، فبيفتكروا ان ده فيربي وما بيكونش عندهم حل تاني، وبيسيبوا جاكي المصابة وراهم لوحدها عشان مش قادرة تمشي. وبتوصل المجموعة للناحية التانية من الكهف وبيلاقوا حبل مقطوع، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا جثة فيربي ورقبته مكسورة، وبيلاقوا كاميرا فيربي جنب الجثة، وبيشغلوا التسجيل اللي عليها عشان يعرفوا ايه اللي حصل. وبيكون فيربي كان مصور نفسه وهو بيفتح دفتر ملاحظات ابو هوبر، والمكتوب فيه ان الكهف فيه ميه سحريه قادره على شفاء الناس من اي مرض، وده لان اخت هوبر كان عندها مرض شديد، فقررت عيلتها انهم يدوروا على الميه في الكهف عشان بنتهم تخف. وبيكون عدى على فيربي ايام وهو مستني رجوع اصحابه، فقرر انه يدخل الكهف عشان يدور عليهم بنفسه عشان افتكرهم ممكن يكونوا ماتوا، وكمان عشان يجيب المفتاح بتاع العربيه منهم عشان يروح بيته. وبتبقى الكام ثانيه اللي عدوا من دخول المجموعه للكهف عدت كانها ايام على فيربي. وبيبان في التسجيل كمان ان فيربي وهو كان متعلق بالحبل عشان ينزل من الفتحه، الحبل اتقطع وفيربي وقع على الارض من ارتفاع عالي ولكنه فضل عايش. وفضل فيربي فاقد للوعي لمده ساعه، ولما صحي لقى حد جاي عليه وافتكروا تايلور، ولكنه طلع انسان كهف بدائي وقتل فيربي. وبتاخد فيفز بالها من ان في حاجه غلط في توقيت التسجيل على الكاميرا لانهم بقالهم ساعه واحده بس في الكهف، وبسبب ان تايلور وجاكي مصابين ما بيكونش في حد غير كارا وفيفز يخرجوا من الكهف ويدوروا على المساعده. فبتقرر كارا انها تطلع الاول قبل فيفز عشان هي الكبيره، وبتتسلق الفتحه اللي نزلوا منها وبتعرف تخرج من الكهف، ولكن بتلاقي نفسها في مكان مختلف تماما، وبيكون المكان ما فيهوش اي اثر للحياه وعباره عن صحراء وصخور، والهواء بيكون غريب، وبيبقى كارا عندها صعوبه في التنفس بسبب ان مفيش اكسجين. وبتشوف كارا عاصفه ترابيه ضخمه جايه ناحيتها، وبتشوف حاجه طايره في السماء في الفضاء على شكل مثلث، وما بتبقاش عارفه تستخدم موبايلها عشان تتصل بالشرطه، فبترجع تاني جوه الكهف.
ولما بتشوفها المجموعة بيقولوا لها انها ملحقتش تتصرف او تطلب النجدة بسبب انها رجعت بعد الثواني اول لما طلعت، ولكنها بتكون طلعت برا لمدة نص ساعة، فبيستوعبوا ان الوقت برا الكهف بيعدي اسرع بكتير من الوقت جوا الكهف، وبيخلي اي حاجة تحصل جوا تتحرك او تحصل ببطء زمني. وبيقول تيلور ان الحبال اللي متعلقة برا الكهف عدى عليها وقت طويل، وانها اتقطعت لما حاولوا انهم يطلعوا عليها بسبب الاحتكاك بالصخور وانها بقت قديمة. فبتتفرج فيفز تاني على تسجيل فيربي في الكاميرا، وبتلاحظ في التسجيل ان الشمس بتشرق وبتغرب بسرعة لما فيربي كان بيقع من الفتحة، وكمان بيبان اجواء الصيف واجواء الشتاء، وبتعدي سنة كاملة خلال ثانية واحدة، وبيطلع ان المجموعة عدى عليها 5400 سنة جوا الكهف، واللي عدت عليهم زي دقايق. وبتطلع كارة تتسلق الفتحة مرة تانية، وفجأة بيدخل سلم بتكنولوجيا متطورة جدا من الفتحة، وبينزل مكان ما المجموعة متواجدة، وبينزل على السلم انسان ضخم لابس بدلة فضائية، وفجأة بيظهر انسان الكهف البدائي وبيهاجم الانسان الفضائي، وبيعرف الفضائي انه يقتل انسان الكهف، فبتخاف المجموعة من اللي بيحصل وبيهربوا جوا الكهف. وفي الكهف بيلاقوا جثة راعي البقر واهل هوبر مقتولين، وفجأة بيظهر ثلاث بدائيين وبيطلع انهم هم اللي قتلوا اهل هوبر، فبيقرر تيلور انه يهاجم واحد منهم، ولكن الانسان البداية بيقتله بوحشية، فبتخاف البنات وبتهرب بسرعة للناحية التانية من الكهف. وبترجع كارل تيلور وبتلاقيه ميت وبتعيط على موت حبيبها، وبيظهر الانسان الفضائي وبيشيل جثة تيلور وبيحطها في مية موجودة في الكهف، وبتحصل حاجة سحرية وبيرجع تيلور للحياة، وبيرجع البدائيين تاني وبيهاجموا الفضائي وبيشيلوا الخوذة اللي هو لابسها من عليه، فبيتعرض الفضائي للهواء وما بيعرفش انه يتنفس، ولكنه بيعرف انه يقضي على البدائيين قبل ما يموت. وهو بيحتضر بيوري المجموعة فيديوهات لوسائل الإعلام وهم بيتكلموا عن اختفائهم، وبيطلع ان البشر سابوا الأرض وراحوا الكوكب تاني علشان البشرية ما تنقرضش، وده بسبب ان الأرض بقت غير صالحة للحياة. فبتستوعب المجموعة ان مفيش طريق للرجوع، وان مفيش قدامهم غير انهم يسافروا على الكوكب التاني او يفضلوا عايشين في الكهف طول حياتهم. وبيلاقي تيلور هوبر مصاب على الأرض، وبيكون قدامهم طبقة فاصلة، وبيكون في الناحية التانية من الطبقة اخت هوبر المفقودة من السبعينات، وبيكون معاه ناس كتيرة من مختلف الأعمار والأجيال والفترات الزمنية، وكلهم بيكونوا متجمدين وبيتخانقوا على نافورة الشباب. وبيشرح هوبر اللي هو استنتجه، وان الكهف ده عبارة عن نظام زمني الغرض منه حماية النافورة، وان كل طبقة بيكون ليها السرعة الزمنية الخاصة بيها، وبيكون الوقت في الطبقة العميقة في الكهف بيتحرك ببطء اكتر من الطبقة اللي تيلور وهوبر فيها. وبتستخدم المجموعة المية السحرية وبيعالجوا بيها جاك المصابة، وبيحطوا جثة فيربي فيها وبيرجع للحياة. وفجأة بيدخل عليهم انسان بدائي وبيهاجمهم، وبسبب ان مفيش اي مكان يروحوه بيقرروا انهم يستخدموا السلم اللي الفضاء نزل منه للكهف، وبيهربوا وبيطلعوا لنهايه الفتحه، وبتكون في طبقه عليها فاصله ما بين الفتحه والميه، وبتحاول كارا انها تخترق الطبقه وبتعدي منها، ولكن فجاه بيمسكها مخلوقات غريبه وبيكونوا عباره عن بشر بعد تطور اجسامهم على مر العصور، وبيلبسوا كارا قناع عشان تعرف تتنفس. وبعد فتره بترجع كارا تاني للكهف، وبتكون لابسه بدله فضائيه ومعاها حبل مصنوع بتكنولوجيا عاليه من المستقبل، وبتطلع معاها المجموعه واللي منهم فيربي وكمان هوبر واهله. وفي النهايه بيخرج الكل وهم عايشين، وبيكونوا على سفينة فضائية، وبتكون السفينة متجهة للكوكب اللي البشر عايشين عليه دلوقتي. الفيديو ده كتبه كريم أشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.